كده. أمام منزل الدكتور محمد مشاري طبيب الغلابة، الناس رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء. يمكن قارب الفقيد وأبنائه يحملون جثمان إلى سيارة نقل الموتى لنقله إلى مشروع الأخير لمحافظة البحيرة. يمكن الآن كما نرى طبيب الغلابة جثمان طبيب الغلابة يدخل في سيارة نقل الموتى لنقله إلى مشروع الأخير لمحافظة البحيرة وتشييع جثمان تشييع جنازته في مقابر عائلته بقرية ظهر التمساح والتابعة لقرية إيتاي البارود. حالة من الحزن خيمت على أقارب الطبيب و أقارب الفقيد، ويعني يعني في جاري الآن يعني توجه إلى محافظة البحيرة لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمقابر قرية ظهر التمساح. حالة من الحزن خيمت على أهالي طبيب الغلابة، وكنا الحال يعني تتحرك سيارة نقل الموتى أمام منزله في شارع النحاس طنطا بجوار عام المحافظة. حالة من البكاء تسيطر على أبنائه وأقاربه يعني أثناء التحرك إلى يتحرك خلفها يعني سيارات يعني أقاربه وأبنائه متوجهين إلى محافظة البحيرة.